طيب يا شباب، اهلا وسهلا بيكم. دلوقتي احنا عندنا التجربة بتاعت باتل فيلد 5، ان شاء الله تبقى اللعبة زي ما انا متوقع وما يكونش فيه. دي اول تجربة ليا للعبة، طلبت اللعبة طلب مسبق، وطبعا اشتركت في اوريجين اكسس بريمير علشان تقدر تلعب اللعبة دي بدري. You need to locate caches containing explosives and use them to dismantle their artillery. Get yourselves ready and good luck. واو، دي اول سبون. انا لسه بتعود على اللعبه، اتوقعوا مني كتر الموت لاني لسه مش متعود على اي سلاح. اوقع مني اي حاجة. واو واو، انا مش عارف، مش ملحق مش ملحق. واو، عاش عاش، ممتاز. لا لا، شغل عالي شغل عالي. بس حتى الكنترولز بحاول اتعود عليها، مش متعود اوي. في واحد بيضرب هنا. شيت. انا مش عارف صراحة اي حاجة، لسه عمال افرق اللعبة. حد يساعدني يا جماعة، حد يساعدني. انا تقريبا دوست كده على الزرار اللي بينجز الموضوع عشان اموت. دلوقتي انا هنط من الباراشوت. ايه اللي حصل؟ انا ايه، الماوس اختفى، راح فين؟ ايه يا جدعان، انا اصلا مش موجود. ايه ده، ما شاء الله جايبني. احنا منطقة مش تمام خالص، انا في منطقة مش تمام خالص. انا اصلا مش عارف ايه ده. قتلت نفسي بنفسي ما شاء الله. والله العظيم حاجة غريبة، اول مرة العب اللعبة دي. بس جرافيكس، لا جرافيكس فعلا فعلا مختلف. يعني كتير من الناس هتقول انه مشابه لباتل فيلد 1، بس هو لا، يعني في سنس هنا مختلف، في احساس. طيب انا ايه يعني ديبلوي؟ ده بقى الاوفر فيو علشان اشوف هما بيعملوا ايه. انا زي عملت. طيب انا خليني اصولت، متعود عليه شوية. ايه 9 دي؟ اللعبة لسه عشان بيسخنوا عليها شوية، فيها تعليقات كتير يعني. معايا ولا مش معايا؟ ديم
في فين السكواد بتاعي؟ لا لا لا، اللعبة انتنس بطريقة عجيبة. ده بتشوف ده الفيو بتاع السكواد عشان اشوف هنزل على مين. هذا من سبون على ده على طول، جيت وراه عشان اشوف هو بأمان ولا لا. ايه يا جماعة ده السلاح الريكول بتاعه شديد شوي. اللعبة لسه عشان في البداية فيها شوية تعليق بسيط. خليني قريب من السكواد بتاعي احسن. انا كده هنموت يا صاحبي. وانا ايه اللي عندي يعني؟ جرينيد لانشر، مسدس، انا جاي لك يا صاحبي. يا ولد الكلب، 15 واحد قدامي. بس صاحبنا بيحاول يجي من ورا. يلا 2 3. ها ها، اسبون عليك. لسه انت مش سيف، اسبون عليك دلوقتي. يلا ها اهو، ادي واحد تاني، واها جبت 2. عايز انا مش عارف ايه اللي بيعمل. انا في بريسيت كده بعمله دايما لما بعمل اللعبة، ما عملتوش فعشان كده متورط شويتين. خلينا نظبط البريسيتس دي بعدين ارجع للعبة. هي كانت فين؟ اه لا، كي بايندينج. كي بايندينج اون فوت. اوكي سي. فين سي؟ اه ده انا بشيله وبخلي هنا، او ده بخلي سي في العادة. يعني انا متعود كده في باتل فيلد حتى اللي انا بلعبها، وبخلي الكون ومخلينه زد، وانا مش من النوع اللي بستخدم زد كتير. انا متعود زي كول اوف ديوتي. اعتقد كده انا تمام، مش متاكد يعني. طيب نشوف مين من صحابنا عنده زحمه كده ولا حاجه عشان نزل عليه. يا لك يا صاحبي. ايوه كده. اوه شوف البرون وانا نايم على ظهري. ايه لما بدوس رايت كليك بيبطئ شويه العداد بتاع البليدنج ده. اخ لا 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 لا، اللعبه الصراحه
مختلفة. عاش عاش. مين ده؟ مين ده ننزل عليه؟ عايز محتاج مساعدة، بس مشكلته انه مش بأمان. شغلنا سنايبر. اوه باين عليا اموت كتير، باين عليا اموت كتير. مش اي حد جنبي مسكوت. انجز لما تدوس الليفت كليك بينجز العداد شوية. طيب انا عايز اشوف اوفر فيو على اللعيبة ازاي. مينفعش من فوق اشوف اوفر فيو. هنا لو عايز اغير سكواد. طيب نزل ميديك نشوف ايه الكلام في الميديك. هو طبعا مفيش سلاح مفتوح غير ده، فبلاش بقى نقعد نضيع وقت في الاسلحة. حد بيضرب من ورا يا جدعان. يا الله يا الله على الزحمة اللي انا بخبي فيها. واحد باقي من السكواد. متموتش متموتش يا بلوك متموتش. سويت هنا سويت هنا يا دي النار. حركة النار دي منشغلهاش. كريت سكواد وايب. رموا علينا ايه بالظبط بيفجر كده؟ انا اصلا لغايه دلوقتي يعني المطلوب مش كلير في دماغي، يعني مش مستوعب ايه المطلوب بالظبط. ها طيب انا هشوف بقى عشان ما اموتش. هفضل هعمل حاجه. اللعبه الالوان فيها كتير. انا استوعبت دلوقتي. انت بتاخد الديناميت ده وتروح على المدافع بتاعت الطيارات تحطه عليها علشان تفجر. يعني انا نسيت تماما الموضوع ده. ايه ده؟ بقاش فيه بقاش فيه ال يا عم موت. طيب فزنا فزنا، دمرنا 3 اوبجكتيفز من اصل 4 وكده فزنا. طبعا انا طبعا اللي تسببت الفوز ده، يعني مش لازم حد يشكرني. يعني الواحد بتواضع شوية. giving us an opportunity to press the advantage and secure a foothold on shore. تقريبا هندخل على الداي 2، ده كان الداي 1، دلوقتي تقريبا هندخل على الداي 2 في الجراند اوبريشن. لسه عمالين نكتشف مع بعض. Be steadfast troops. Once we've taken back this harbor, the Kriegsmarine will be bloody well sunk. Do your bit and capture each garrison using whatever resources remain. You are Britain's finest, and the enemy are going to find out exactly what that means. Hey.
اوكي لسه يعني الموضوع مش كلير قوي في دماغي، بس انا اللي فهمته ان المفروض نعمل كابتشر للبوينتس دي، اخد شوية امو. بيقول لك ما تجيش بامو كتير، لازم تدوس ايه عشان تاخد الامو، مع ان لازم تحمل العداد ده عشان تقدر تاخد امو تاني. الموضوع مش بالسهولة دي يعني، علشان يخلوك شيت انا شايفه ويعني ملحقتش خالص، مفيش السبون. سكوادي سكواد سكواد العزيز اي انت يا عم. انت يا عم سلام عليكم. بسرعة السنايبر هنا شغال ليه؟ ليفل 12 الناس بقى على فترة بتلعب. قتلهم واحد هنا طبعا، في واحد عمال يرمي عليا دلوقتي، لسه عمال استوعب، لسه انا لسه ما اعرفش فين اقدر ارمي ميديك ازاي. ثلاثة هو اللي بيرمي ميديك وانا ما عنديش اي ميديك اصلا. موضوع هنا تقريبا capture the objectives، انا شغال على هذا النمط. انا اخش جوه كده اشوف ايه جوه. ال contrast بيفرق. ماشي جايلك اسبادي، ده انتوا تأمروا بس. كل ما انا مدك ان شاء الله بساعد الجميع. شوية صحة طال قصدي. صراحة اللعبة يعني انا هي صراحة التحكم يعني بيفكرني اوي ببطل فيلد 1، وانا مبسوط من كده بس اتحشر. انا مش بليف، انا اتزحلقت. انا مادام هموت يبقى لازم اعمل حاجة، انا كده كده ميت. كلكم قاعدين في البيت ده ولا ايه؟ انت ليه السكواد مش مع بعض؟ لا في اتنين مع بعض والباقي. طب انا بفضل اكون مع الجماعة، هذا الافضل. شت ايه يا جماعة؟ مش كده، انا لسه مبتدئ. اي شيت
انا مش شايف حد. اوه الطيارات. طب خلينا نجرب الطيارات كده نشوف ايه الكلام في الطيارات. طبعا انا بغير البريسيت دايما في الطيارات، بخلي السبيس زي اصحابنا المعلمين في باتل فيلد. Look alive, danger over there. Bloody problem over there. Might have a problem over there. Yeah. We have now taken the objective Baker. طيارة طبعا زي ما احنا عرفنا الطلق بتاخده في الهواء زي ما انا عملت دلوقتي. تقريبا في طيارة ورايا وانا مش عارف ابص ورايا ازاي اصلا. انا تقريبا تقريبا نطيت كده من الطياره. في العاده دايما بدخل هنا على البريسيت، برضو هنا على البايلوت، ومايل البايلوت يا شطور انت. اي مش هو اللي بيخرج، بخليها زرار بعيد 5 يعني، بعيد عن ايدي عشان مش بالغلط دايما بالغلط بقوم دايس عليه وده بيورطني كتير يعني. طيب انا عايز انزل في حته قريبه من my fellow squad. I'm coming don't worry. I'm always here to help I'm always here to help. Just tell me if you're... انا مش عارف ازاي ما متش لما الخمسة دول جم في وشي. مش عارف والله فين ال اللعبة رأيي فيها ممتازة. طبعا الطلق معايا خلص زي ما انتوا عارفين. اللعبة دي التك الجزء اللي عاملينه فيه رياليستيك شوية، موضوع الطلق يعني موضوع الصحة ان ما تقدرش تعبيها على طول غير ما تروح لمنطقة معينة عشان تعبيها. طيب Watch your back. Oops. 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 بعد ورايا. Might have a problem over there. في واحد عندي. Objective Able is lost. بس يعني الحمد لله انا جاوبت بعجوبة.
في واحد هنا ولا ايه؟ الاسيست ده ولا مش عارف ايه السبون ده، والله ما فاكر اسمه ايه. شات انا اتحشرت يا جماعه، اللي يعني مش واخد باله انا اتحشرت. بدات اطلع سموك جايلك. يعني انا رميت لك فيرست ايد وانا ماليش فيرست ايد. لا ما ايه لسه او انا قتل 14. والله كويس ماشي الحال، يعني انا مش مرمي تحت، يعني انا الثامن كويس. طبعا محدش بيساعد تقريبا، انا الوحيد حتى في باتل فيلد 1 انا اللي كنت بساعد. ايه قدامك سكوت تقريبا متأثر او متصاب. هو احنا المفروض ناخد النقطتين دي علشان نقدر ناخد اللي بعديها. ده حاجة زي الاوبريشن الموجود في باتل فيلد 1. قالك ايه، خلينا نجرب السنايبر، يعني عندي شوية مهارات على قدي بس ايضا خليني امارسها. Watch out there! Whoa! Yeah, second. طيب انا يفضل كده اهرب. خدنا اوبجكتيف بيتا بس انا ضايع. في حاجة مش تمام، يحصل تعليق كتير. Damn it!
مساعدة مساعدة. عاش 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 مش متضايق. عاش حلو جدا. بيضايقني قوي الناس اللي بتقعد تاخد سنايبر وما بيبطلش لعب السنايبر. ايه كل الناس اللي معانا اصلا لسه يعني عمالها زينا تستوعب في اللعبة. تقريبا اللي انفجر فيا ده كان ايه بالظبط كده؟ Right there,
الله بس السايبر واحد ما خدش على ايه تمام got trouble on this position eyes up over there watch out for that watch out there danger over this position bloody problem over there watch out danger there look in the trouble over there there watch out there eyes up on this position there looks like trouble danger right there see there one of their medics got eyes on trouble there machine gunner over there we are losing objective Baker guys over here look there يي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 
هنقرب السبورت. طيب انا قتل 20 وده يعني بالنسبه لي ماشي الحال، يعني انا ما كنتش متوقع اصلا ان انا اقتل 20 يعني اول جيم لي ماشي الحال. واو ايه ده، ده هنا يعني مخلين السيستم بتاع السكواد مرصوص هنا كده، تقدر تفتح الشات وتبدأ تكتب. ايه ده اتش Soldaten, we have taken Narvik and visit the irons that will be so critical to our efforts in Europe. The British still believe they can stop us and are preparing to attack our artillery in the hope of opening a way forward. They must fail. راح يتغير. طيب دبابة لأول مرة. خلينا نشوف الدبابات بتعمل ايه هنا. Capture and hold the objectives. As many as possible. As many as possible. هاخد البوينت سي. Watch out there. We have now taken objective dog. Danger there. Danger right there. Good show. Objective Charlie is ours. Look there. Look alive! Danger over there! Watch over there! Bloody problem over there! Objective dog has been lost! Enemy soldier, close! Good job! We have taken Your objective eyes on Baker! Trouble. There. Looking at trouble over there! Trouble at this position!
اول تجربه ليا للدبابه يعني تجربه كويسه. بعد كل زحمه والضرب اللي ضربته ده طلعت اقل اثنين بس. انا كنت متوقع اكتر من كده. الدبابة ما ينفعش اصلحها غير مرة واحدة وخلاص على كده. انا مش عارف شكل ال اصحابنا بتاع السكواد مش مع بعضهم ليه؟ مش المفروض دي بيف فايف اللي قالوا عليها السكواد هيبقى مع بعض. الناس مش بتسمع الكلام برضه، لازم يضربوهم على ايديهم. دايم الريكورد. الأسامي هنا عجيبة. دوغ وإيزي.
taken objective Able. مستعبتش خالص ان في حد بيتم خالص. يا لهوي على الانتنس. هو انا الوحيد اللي في اللعبه ولا ايه؟ لا بس لذيذه يعني. انا اللي عاجبني فيها انا بقالي فتره طويله بلعب بيف 1 فخلاص متعود على بيف 1 الحمد لله كويس. بس لما باجي العب بيف 4 بحس ان انا مبعرفش العب خالص لان بقالي فتره طويله جدا ما لمستهاش. ده مؤشر حلو بالنسبه لي اللعبه ماشي حلو. مش متوقع اصلا ان اقدر اقتل حد. كان في واحد فوق. اوكي بتعمل ايه يا صاحبي؟ اكيد محتاجني. مش شايف الفرنسي. واو ده جاي لي منين ده؟ واو يعني كويس هذاك حلو. Damn it! Shut up! Watch out over there. Land creeper. Over there. We have lost objective Charlie. بس اللعبة ما عرفتش
كنت هجيبه. اخ اللعب، اللعب عجيب انتنس لدرجة فعلا عجيبة. جالك 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 تروح ان شاء الله عجيبة. الله صاحبي صاحبي، في حد فوق، في حد فوق. والله الزحمة اللي حصلت. دين Attention, we have now taken objective Baker. عاش احلى اصحاب دول ولا ايه؟ نكتة سخيفة اللي طالعة الايام دي، احلى سخيفة دي ولا ايه؟ يا عم خضتني يا عم. Attention, objective dog has been lost. Don't let the looks of that. Enemy medic, there. Danger, right there. We have taken objective Charlie. Yes, we have now taken objective Baker. My last word here, and I'm shattered. Dying, medic. Halfway there, and we're winning this. Someone. Bloody problem over there. Be aware, we have lost objective dog. Now what, Sergeant?
طبعا من الدنجن دايما انا بحبه انا يا اخي بحبه فين يا عم؟ مش عارف اسعف واحد في كده اللي حصل انتو مش عايزين تثبت اخ ايه يا عم ده اهم حاجة ان احنا ايه سقطنا trouble.
يا الله زحمة زحمة زحمة. ورايا ورايا في واحد ورايا في واحد اللعبة اللعبة فعلا فاقت توقعات. انا مبسوط منها صراحة، مش حاسس زي ما الناس بتقول انها اوه دي مقلدة فورتنايت، اوه دي عاملة زي معرفش ايه، اوه ايه ده، دي مش حرب عالمية، دي حرب ذا فيوتشر جيم. لا لا، كويسة جدا، لعبة ممتعة جدا. وخلينا نشوف طبعا ده اوبن بيتا لسه احنا بنجرب، وخلينا نشوف بقى ايه اللي هيفرق من النقطة دي لبقى اللعبة عند اللانش بتاعها بقى. خلينا نشوف اللانش بتاع الجيم بقى هيفرق ولا لا.